الإنجاز شعور عظيم يتولد بداخل طالباتنا، جعلونا نتعايش معه لحظة بلحظة على قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته وتدبيره. فقد أبدع طالباتي بنماذج من إبداعهن بمشروع وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى طالباتي. فلو صففت نجوم السماء شكرا لكم لا تفي، فأنتم تستحقون وابلا من التقدير، لأنكم أمتعتونا برحلة التأمل والتدبر في آيات الله وفي أنفسنا خاصة، واستقطعتوا من وقتكم ساعات لتنير لنا الطريق. شكرا لكم ولا تفي لجهودكم وعطائكم.